والآن مع كلمة للأستاذ الأديب الإعلامي حسان أبو جازية، عضو جمعية الكلمة الطيبة وعضو مجلس الإدارة. السلام عليكم. أولا أنا برحب بكم وأنا سعيد إن أنا بينكم النهاردة، وأنا كنت جاي طبعا عشان خاطر موضوع الانتخابات وموضوع طبعا مجلس الإدارة، تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وربنا يوفق طبعا مجلس الإدارة القديم ويوفق مجلس الإدارة الجديد. وأنا أتكلم بصفة دلوقتي، أنا بكلم شعراء وأدباء، يعني أنا بعتبركم أنتم خلاصة الفكر وخلاصة العقول الذكية وصفوة الكلمة في مصر كلها. يعني أنا بعتبر الشعراء والأدباء فعلا أذكى ناس، العبقرية المصرية، صحاب الكلمة الجميلة اللي هي بتعبر عن الشعب المصري. وبصفتنا إن إحنا كلنا طبعا أدباء، أو أنا صحفي وأنتم أدباء وشعراء، حصل في الأيام اللي فاتت ديت الأسبوع اللي فات طبعا بإيد الغدر والخيانة، لأن في مجموعة تكفيرية اغتالت ولادنا الجنود اللي هم على الجبهة، ومعلش اسمحوا لي بإن أنا بطالبكم بإن إحنا نقف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار اللي هم أصحاب الدم الطاهر. متشكرين لحضراتكم. اولا انا سعيد النهارده طبعا ان انا قاعد جنب الاستاذ عبد الله حامد اللي هو رئيس الجمعيه والاستاذ احمد موسى، وسعيد ان هو الاستاذ عبد الله والاستاذ احمد موسى رشحوني لعضو مجلس الاداره، وانا طبعا شرف ليا بان انا اكون بينكم، ان انا اكون واحد منكم. برغم ان انا يعني المره الثانيه والثالثه بقول انا الشاعر، انا راجل صحفي وراجل اعلامي. وانا سعيد بيكم كلكم، وسعيد بكل واحد فيكم، وسعيد ان انا بينكم، وشرف ليا ان انا اكون حته منكم وانتوا حته مني. وكل سنه وانتم طيبين ومتشكرين لمجلس الإدارة اللي فات، وإن شاء الله بالتوفيق لمجلس الإدارة اللي جاي. والسلام عليكم. شكرا جزيلا الأديب والإعلامي الأستاذ حسان أبو جازية.